مساء الخير يا أمي. مساء الخير يا ابنتي، ها قد عدت باكرا. لقد قمت بجولة ممتعة في مدينة العلوم فشعرت بالجوع كثيرا، هل أعددت لنا الطعام؟ نعم يا ابنتي، هيا بنا إلى المطبخ لأضع لك الطعام. يا أمي، لقد أمسكت الملعقة فاحترقت أصابعي. ولكن كيف ذلك؟ كيف انتقلت الحرارة من القدر إلى الملعقة؟